إنه يوم الخميس في مونريال، يوم القمامة، أفضل يوم في الأسبوع للموسيقي جوش دولجن. إنه يبحث عن كنز من نوع ما، بعض المسجلات والأغراض التي ألقوها جيرانه. إنها هواية غريبة تثير قلق البعض. هو الآن سيحرس القمامة، لذا لا أستطيع أن أخذ بعض الكتب اليديشية الشيقة. على أي حال، لدي هذه الأغراض. قد يعتبره السكان شخص غريب الأطوار، ولكن لدى جوش موسيقى يحبها المستمعون في جميع أنحاء العالم. على خشبة المسرح موسيقاه عبارة عن فسيفساء من عدة أنواع، كلازمر، هيب هوب، راب وجاز، يمزجها ويخلق موسيقى جديدة. فنان يلعب على إيقاعات استوحاها من أصوات مونريال. في الشوارع أسمع الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، البولندية، الإيطالية، اليونانية، اليديشية والسنغالية. أسمع كل هذه اللغات هنا في الشارع. أناس من جميع أنحاء العالم يعيشون هنا، لذا أنا جزء من العالم، شريحة صغيرة من الحياة. يتطلع محبوه إلى إطلاق ألبومه الجديد المنام، الحافل بموسيقى من توقيعه. هذا هو الجاز الحقيقي، هناك هيب هوب، موسيقى يهودية، هذا فعلا خليط. هذا ما يسمى بالأصالة الحقيقية التي تقدم موسيقى مستوحاة من عالم الحنين.